نروح لاكاديميات النادي الاهلي اللي ايضا بتلعب في بطوله دوري منطقه القاهره. ما شاء الله النادي الاهلي مشارك باعمار سنيه 2011 و2012 و13 و14 وقدروا يحققوا نتائج مميزه. نروح نشوف التقرير ده مع مسؤولي اكاديميات النادي الاهلي بقياده الكابتن عبد المنعم شط. سعيد جدا ان الاكاديميه بتعمل مباريات، ودي بالنسبه لنا ربط ما بين الاكاديميه وقطاع الناشئين، وده الهدف اللي موجود في النادي سواء الكابتن محمود الخطيب. دور الاكاديميات ان هي تمد القطاع باللاعبين، وده اللي انا بعمله خلال الفتره اللي فاتت دي. بنزل اتابع التدريبات واتابع المباريات بتاعه الاكاديميه، وفي بعض اللعيبه عنينا عليها ومن ضمنهم الحارس اللي بيلعب دلوقتي ده من ضمننا ان شاء الله هيبقى موجود معانا من الموسم القادم، وبعض اللعيبه كتبنا اساميها موجوده ان شاء الله. وانا بتابع على طول عشان اي موهبه تظهر تبقى احنا اولى بيها، لان هم في اكاديميه النادي الاهلي، والمباريات دي بتديهم ثقل. حتى التدريبات والمباريات خلال اللعب بياخدوا ثقل كبير وخبرات كبيره من خلال الاحتكاك. وان شاء الله اي لعيب موجود في الاكاديميه هو تحت المنظار، وهيعملوا معايشه مع فرق قطاع الناشئين، والبقاء يبقى الاحسن والاقوى ان شاء الله عشان نفيد النادي الاهلي في الفتره القادمه. احنا عندنا في مصر الهرم كان مقلوب، يعني انت بتلعب براعم عشان تتعلم مش تدرب، يعني انت بتعلم ولد حاجه وعايز تشوفها، فما بتعمل منافسه في السن ده انت بتحرق اللعيب تحت ضغط المدرب، تحت ضغط النادي، تحت ضغط اولياء الامور، تحت ضغط المنافسه، كل ده بالنسبه لنا بتبقى امور صعبه جدا على الولد. لكن انا بشكر منطقه القاهره وعلى راسهم طبعا الكابتن حماده الشربيني والكابتن محمد حشيش وعيمن حسان. المجموعه دي بتشتغل كويس جدا الفتره اللي فاتت دي. ده بالنسبه لي زي المهرجان، وده حاجه كويسه جدا لان الولد ما عندوش اي ضغوط، كل الكسبان زي الخسران، في النهايه كله هيتكرم، ولكن يبقى ان انت بتستمتع بكره القدم. وده المطلوب في المرحله السنيه اللي هي التعليميه. المنافسات في سن فيما بعد من 15 سنه 16 سنه نبتدي ننافس، فده مش عايزين نستعجل على اولادنا عشان يبقى عندنا منتخبات قويه من الصغر مش من الكبر. الجو اللي احنا عاملينه ده الجو بتاع الاكاديميات، الاشتراك في دوري به حاجه كويسه جدا، يعني الحمد لله مع الكابتن شطه كابتن رامي وعملنا الموضوع الدوري به، نقينا من خلال 24 عندنا اكاديميه للنادي الاهلي الاولاد المميزين المواهب الموجوده، وبنمرنها يعني بنمرنها على قد ما نقدر، لان طبعا في ناس من الغردقه وفي من المنصوره وفي من دمياط من على مستوى المحافظات، فطبعا عشان الولد يجي لنا مش هيعرف يجي يعني كل يوم لان الدراسه والسفر والحاجات دي فمتعب بالنسبه له. فهي الحمد لله احنا قدرنا نجيب الاولاد المميزين بيلعبوا دوري به في المنطقه دي مع زي البراعم بالظبط في النادي الاهلي بيلعبوا الف واحنا بنلعب به دوري البراعم. مع اشتراكهم في الدوري ده المستوى زاد، مستوى الاولاد زاد لان التنافس بيبقى حلو، بيلعبوا اكاديميات كتيره او فرق كتيره على مستويات معينه، فبيلعب فرق كذا مستوى، فالولد بيزيد مستواه مع الاشتراك في المباريات. ده المقصود منها اللي هو الدوري بيها، ان احنا كل ما يلعبوا ماتشات زي اي لعيب من اللعيبه الكبار برضو في الفريق الاول، كل ما يشترك ويلعب ماتشات كتيره ويلعب احتكاك كتيره سواء في منتخب سواء مع فرق مع افريقيا مع الحتت دي كلها المستوى بتاعه بيزيد. فده الغرض منه اللي احنا بنعمل مواهب الصغيرين دول بنكتشف فيهم المواهب الكويسة، بيلعبوا الدوري، بيجي الكابتن بدر برضو بيتفرج عليه وبيشوفهم بيتابعوهم الأولاد الكويسة يصعدوا يتأيدوا فوق مع بتوع البراعم. ده الغرض من الأكاديمية. فكرة أهلي به كانت فكرة بصراحة، وطبعا من هنا لازم اشكر كابتن شطه عليها، ان يمكن لما طرحنا الفكره ان كان كابتن دايما كان بيكلم معانا يقول لك فكره ما بعد الاكاديميه، فكره ما بعد الاكاديميه فيه. طبعا النهارده كل الناس حلمها تنضم لقطاع الناشئين. طيب والاكاديميه كان الكابتن عايز برضو يعمل لها هدف، الهدف ان انا مش جاي اتمرن بس. فجت فكره اهلي به ان احنا طرحنا ان احنا نشارك باهلي به، ان قطاع الناشئين بياخد عدد واحنا نقدر ناخد عدد للقايمه ونلعب بيه. بقى النهارده حلم اي لعيب النهارده، وكابتن شطه بصراحه من هنا برضو لازم اشكره تاني وتالت ورابع، ان حقق كل حلم كل ولد انضم لاكاديميه النادي الاهلي، ان بقى حلم النهارده ينضم الاهلي به، ومن اهلي به ان شاء الله باذن الله ينضم الاهلي الف اللي هو قطاع الناشئين. فكره اهلي به النهارده ان احنا لما اتخذنا فكرنا في عندنا موضوع الاكاديميات كلها، ان احنا عندنا 24 فرع لاكاديميه النادي الاهلي كلها. جت الفكره ان احنا حضرنا من حوالي 10 شهور
عملنا اختبارات زي قطاع الناشئين، كان في لجنه على اعلى مستوى بقياده كابتن شطه، عملنا اختبار واثنين وثلاثه، كنا بنكلم مديرين افرع على مستوى الفروع كلها، افضل لعيبه عندهم يبعتوها لنا نبدا نشوفهم مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما اخترنا في كل فرقه، قوام كل فرقه دلوقتي 22 لعيب. شفنا في التقرير اللي فات يعني من ضمن المباريات او من ضمن المهرجانات تواجد الكابتن بدر رجب. كابتن بدر رجب حريص دايما انه يكون متواجد علشان لو في عناصر مميزه من اللاعبين موجوده في الاكاديميه بسرعه تنضم على طول لقطاع الناشئين، فده برضو ايضا التنسيق الموجود ولكن بين الاكاديميات وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي.